إلى متابعاتي صفحة اليوفنتوس، بل إلى متابعي كذلك صفحة اليوفنتوس. هذه ليلى سماتي تحييكم بمناسبة عيد المرأة العالمي. في الحقيقة المرأة أيام السنة كلها للمرأة وليس يوم فقط، ولكن بما أننا نحتفل بهذا العيد العالمي للمرأة فهو يوم نتوقف فيه لنتذكر إنجازات المرأة، بل نتذكر قبل كل شيء أهمية المرأة في المجتمع. هي نصف المجتمع، هي العطاء المستمر، هي المثابرة، هي الاجتهاد. فبهذه المناسبة إليكن جميعا، إلى كل أم، إلى كل أخت، إلى كل ابنة، إلى نساء العالم، كل عام وأنتن أينما كنتن بخير وصحة وسلام. المرأة الوجه الآخر للإنسانية، الوجه الآخر للعطاء الدائم. ليلى سماتي.